سؤال: هل يصح أن أنذر صوم للسيدة العذراء بعد صوم العذراء القانوني أو قبله؟ ممكن قبل منه، لأن لو كان بعده يبقى مش هتحتفلوا بعيد العذراء، فواحد عايز يزود جزء من الصيام يكون قبليها عشان لما يجي عيد العذراء يحتفل بعيد العذراء. نمر 2، بيقولنا لو نذرت نذر للكنيسة معينة أو دير وتعذر أن أذهب إلى الكنيسة أو الدير، ممكن أوفي النذر في أي كنيسة أم لا؟ كل الكنائس والأديرة ممكن أن تتصلوا بأسقفتها في القاهرة وتقولوا النذر اللي انتوا عايزينه.